أشاد السيد عادل بن عبد الرحمن العاصومي رئيس البرلمان العربي أشاد بجهود جلالة الملك المعظم في سرعة إرسال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأثنى العاصومي على التوجيهات الملكية السامية بتنفيذ العديد من المشاريع لصالح الأشقاء في غزة من خلال تنفيذ مستشفى ميداني في القطاع ومجمع سكني مكون من 500 وحدة سكنية وعلاج المصابين، مؤكدا أنها مواقف إنسانية مقدرة من الشعب العربي. كما وجه العاصومي الشكر لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجهود سموه في تنفيذ التوجيهات الملكية الإنسانية، مثمنا في الوقت ذاته جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وإشرافه المستمر لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان العربي على رأس وفد برلماني عربي رفيع المستوى إلى معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي التقى خلالها محافظ شمال سيناء، كما قام بزيارة مستشفى العريش المصري وتفقد أوضاع المصابين والجرحى الفلسطينيين. أتقدم باسم الشعب العربي بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم ملك البلاد حفظ الله ورعاه على جهوده وتوجيهاته السامية بتقديم كل الدعم للأخوة الفلسطينية، خاصة الدعم الإنساني. وأمانة نشكر جلالته بأمره بتنفيذ 500 وحدة سكنية للأخوة الفلسطينيين وتنفيذ مستشفى ميداني ومساعدة علاج الأخوة الفلسطينيين خارج غزة. طبعا هذه كل المواقف الإنسانية هي مقدرة من الشعب العربي، ونشكر في نفس الوقت صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ التوجيهات الملكية، ونشكر في نفس الوقت سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. طبعا جهودها كانت واضحة وتوجيه سمو الشيخ ناصر واضح وإشرافه على تنفيذ التوجيهات الملكية كلها توصل رسالة لمملكة البحرين مع الأخوة الفلسطينيين داعمين.